الرغبة في الحياة، وهي صورة الطفل العراقي قاسم محمد الكاظمي، والذي أذهل بتحديه كل من شاهده. باختصار، هو الطفل الذي بترت ساقه وهو في عمر 4 سنوات من خلال أعمال إرهابية لا إنسانية. وكالعادة، المتضرر من تلك الأعمال هو الإنسان البريء. التقط الصورة المصور العراقي تيسير مهدي، وقد عمل تيسير مع عدة وكالات إخبارية في تغطيات منوعة. يقول المصور تيسير مهدي: كنت متواجداً في إحدى القرى الشعبية المتواضعة، فوجدت مجموعة من الأطفال يلعبون كرة القدم، ومن بينهم هذا الفتى المبتورة ساقه، حيث توسط أصدقائه مندفعاً قبلهم لتسديد هدف. هذا ما جعلني على الفور أقوم بالتقاط تلك اللحظة الغريبة. عرف الطفل قاسم بحبه للعب الكرة منذ الصغر، وكان يحلم ويقول أنه سيصبح لاعب كرة عندما يكبر، ولكن فقدان قدمه حال دون ذلك. ولكن عندما وصلت الصورة إلى أعلى المستويات والتصنيفات الصحفية، وفازت بأعلى جائزة صحفية روسية، وهي مسابقة ستينين، وبعدها قامت الحكومة الروسية بدعوة الطفل والمصور لزيارة موسكو لتسلم الجائزة الخاصة بالصورة تلك، والتي كانت كذلك بهدف علاج الطفل عن طريق وكالة روسيا سكودونيا، وهي الجهة المنظمة للمسابقة، والعلاج طبعا عن طريق تركيب طرف صناعي له. وأثناء علاجه تم اكتشاف وجود العديد من الشظايا التي لا تزال داخل جسم الطفل قاسم، ولكن لعدم ضررها تركت، حيث أن خطورة إخراجها كبيرة ولن تضر طبيا لو بقيت في جسمه. الجميل بالأمر أنه بيوم الاحتفاء بالطفل قاسم، وكان من خلال حفل في أحد ملاعب كرة القدم، حضر الطفل قاسم ليرى العالم أنه طبيعي ليمارس الحياة مثل الجميع. بالنهاية، قد نتساءل عن ذنب الطفل أو الثمن الذي لم يكن له أن يدفعه. بترت ساقه وهو في سن 4 سنوات، فهل وئدت الطفولة عند قاسم؟ من ظن ذلك فقد أخطأ، إنما هي عثرة في طريق غير ممهد، سيحكيها لأجيال بعد أجيال، وسيثبتها لهم بصورة اسمها الرغبة في الحياة، وثقها مصور ليسجل هدفا في مرمى الإنسانية.